تحية لكل مشاهدي الـ LBCI وأهلا وسهلا بكل جمهور اللوتو وبكل الأشخاص اللي ناطريننا لحتى يتابعونا الليلة بالسحب رقم 2120 لتاريخ الخميس 22/6/2023. أول شيء بدي أقول حظ موفق للجميع، يعني مثل العادة كل تنين وخميس في عنا جوائز عديدة بانتظاركم، وكل تنين وخميس في عنا رابحين كتار مع اللوتو اللبناني، يعني مش بالضرورة مرتبة أولى مرتبة تانية أو بزيد، بس دايما في ناس تطلع ربحانة معنا، وعلى أمل أنه الليلة يكون في عنا أكبر عدد منكم يتوفق بهذا السحب، ومش غلط نبارك لرابح أو أكثر بالمرتبة الأولى يلي وصلت اليوم إلى 19,673,445,691 ليرة لبنانية. أما بالنسبة للمرتبة الثانية ما في تراكم بما أنه ربحت بالسحب الماضي، والجائزة بتكون حوالي 1,000,000 ليرة وزيد سحب عادي 214,319,644 ليرة لبنانية. قلت لكم اليوم أنه جائزة اللوتو يعني أكثر من 19,500,000,000. أعلى قيمة وصلت للجائزة باللوتو اللبناني هي 21,321,000,000 تقريبا. خلينا نتعرف أنا وياكم على الرابح يلي ربح معنا هيدي الجائزة بالسحب رقم 2110. عدي الكردي الفائز بجائزة اللوتو سحب رقم 2110 بتاريخ 18 أيار 2023، وبطلب من عدي استلم عنه الجائزة سمير محمد شاكر واللي بتبلغ قيمتها أكثر من 21,000,000,000 ليرة لبنانية. جيت اليوم تأستلم عنه الجائزة اللي ربحها، هو دايماً بيسحب لوتو ونفس الأرقام، وأول مرة بيسيب الأرقام هي ذاتها، وعالصدمة بابا نعرف يعني شو بدنا نعمل، وجمعنا كلنا بالبيت وعينا الصبح شي 4-5 نحنا وعينا الصبح ما بنعرف كيف نوصل لهون تنستلم هيدا المبلغ، وخصوصي انه دقونا بنستلمه كاش، عم بيشوف المسج او شي هيك بشغله وفجأة ربح نط مدري شو صار له، ونحنا اكيد انبسطنا وقت قالوا لنا انه نهار الثلاثاء بدنا ننزل على بيروت على شركة اللوتو لنستلم، ما بقى نعرف ننام ولا نعرف نفيق ولا نعرف شو بدنا نعمل. 5 بالبيت، 4 شباب وبنات، وان شاء الله هيدا المبلغ حيحقق لنا احلام كثير لانه نحن وضعنا عقدنا، وان شاء الله حنعمل مشروع حلو، وهي البدايه اذا الله راد. ايه رح نضل نلعب لوتو، وبنصح الناس أنا ما توقف، واللي عنده حلم أكيد يروح يسحب لوتو وما يوقف. يعني أكيد بعد هيك مبلغ مدري شو بده يصير له الواحد إذا استلم هيك مبلغ. ألف مبروك لك وعقبال ما يوصل الدور للجميع. خلوني أنا وياكم رحب بمندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحوبات اللوتو اللبناني مدام كريستال نعمطلة. أهلا وسهلا فيك كريستال. مرسي، أهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله. رح نبدأ فورا بالسحب أنا وياكي، يلا إلى المكان. جود لك للجميع مرة جديدة وتذكير برقم السحب 2120. انطلقنا كلنا بانتظار السريه اللي رح تختار المكنة بعد ثواني قليلة، والبداية مع أول طابة. 3 طابة، تانية اثنين، طابة ثالثة 38، لا طابة الرابعة 1 1 2 3. بنغني يا الله يا فول. الطابة الخامسة 14، الطابة السادسة 23، والطابة السابعة الإضافية والأخيرة لليلة شو رح تحمل رقم؟ عشرين.
هول هن ارقام اللوتو لسحب الليله مشاهدينا. يعني ان شاء الله اكبر عدد منكم يكون صايب من هالتركيبه يلي اخترتها المكنه لليله. عم ترجعوا تشوفون مره جديده وراي على الشاشه. خذوا وقتكم، شيكوا على شبكاتكم، ونحن بهالوقت رح نتابع مع زيد لكل يلي مشتركين معنا. الى المكنه فورا. لنشوف ارقام زيد. رقم زيد مؤلف من خمس طابات، منبلش مع اول طابه. تسعة، طابة تانية، ثلاثة، ثمانية، طابة ثالثة، طابة رابعة، واحد، والطابة الخامسة، تسعة. 91839 هيدا الرقم يلي بربحكن لزيد لليلة. يعني إذا صبتوه كله مشاهدينا في عندكن احتمال تربحوا الجائزة يلي هي 214 مليون وأكثر شوي. هيدا بالنسبة لزيد. شفنا أنا وياكن أرقام اللوتو ورقم زيد الرابح. هلا بنتوقف عن بريك قصير ومنلاقيكم من بعد بريك مع التضمية الجاهزة. هيدا السحب. قبل ما ننتقل لنتيجة اليوم بدي أقول مبروك لرابحين معنا بالسحوبات الماضية. سبق وشفنا أنا وياكم الريبورتاج قبل البريك. ألف مبروك لعدي الكردي، ربح معنا بالسحب رقم 2110 مرتبة أولى يلي كانت حوالي 21 مليار و 321 مليون. مبروك لك، إن شاء الله بتتهنى بهالجائزة. وألف مبروك لسهيل جعفر أيضا، ربح معنا بالسحب رقم 2119 مرتبة ثانية، جائزة كتير حلوة كمان، مليارين و 82 مليون ليرة. بالنسبة لليوم قبل ما ننتقل للتابلو رح نرجع نأكدكم من الأرقام الرابحة لسحب الليلة مع مدام كريستال. إليك كريستال. الأرقام الرابحة لسحب لوتو لنهار الخميس 22 حزيران 2023 سحب رقم 2120. الأرقام هن 3 2 38 1 14 23 والطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية 25. شكرا لك كريستال. خلينا نشوف انا وياك بالتابلو اذا هالسري كان وجه خير على حدا. يعني شوي غريبين عجيبين الارقام. ايه هالتابلو؟ اولى لليله. واو 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 واو، في اولى، في اولى وفي تانية كمان. لك شو حلو التابلو، تابلو اللوتو لليلة بعقد مرتبة أولى، شخص واحد لحاله 19 مليار و 673 مليون و 445 ألف و 691 ليرة لبنانية عدا ونقدا. جايزة بتعقد. مبروك للرابح. بالتانية في شبكتين وكل شبكة بتربح 571 مليون و 532 ألف ليرة كمان. ألف مبروك. يا هيك يكون التابلو يا بلا. بالثالثة في 23 شبكة، كل شبكة بتربح 23 مليون و 184 ألف ليرة. بالرابعة 1032 شبكة، كل شبكة 516 ألف ليرة. بالخامسة 15706 شبكات، اف كل شبكة 80 ألف ليرة. مبروك للجميع، مبروك للجميع. الأولى، من وين ربحت الأولى؟ مكتبة هيداموس برج حمود. الثانية فيها شبكتين، أول شبكة مين؟ محل شوز كينج بتعلبية. تانية محل خليل أبي خليل بن نعمة. ألف مبروك للجميع. خيشة حلو الربح مع اللوتو اللبناني. قد حلو مدام كريستال، نفقنا اليوم. هلا رح نتأكد أنا وياك من الرقم الرابح لزيد ومن بعدها إلى التابلو. الرقم رح رقم زيد لنهار اليوم نهار الخميس 22 حزيران 2023 سحب رقم 2120. الرقم الرابح هو 91839. شاورك يا كريستال. خلينا نشوف التابلو. إلى تابلو زيد. أولى، أولى بزيد. ولك إيه أولى، في شبكتين. ألف مبروك، كل شبكة بتربح 107 مليون و 159 ألف و 822 ليرة لبنانية. خيشة حلو الربح. فولوا التابلويات، كل شبكة بتنتهي ب 1 8 3 9 مليونين ونص، 8 3 9 200 ألف، 3 9 20 ألف. من وين ربحوا شبكتين بزيد؟ غزال، محل غزال بقب الياس البقاع. الثانية مختار أزعون بالدلم بالبقاع.
ألف مبروك للرابحين معنا. بدون كريسال سريعا، قد ايه رح بتكون الجائزة لسحب نهار الاثنين نقلرات؟ حوالي 7 مليار الأولى. 7 مليار الأولى، الثانية حوالي المليار، مليار وزيد 175 مليار، 200 مليون تقريبا، حوالي 175 مليون. شكرا لك مدام كريستال، يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدينا مثل ما سمعتوا ربحت الاولى اليوم، ولكن مبلشين مع جائزه حوالي 7 مليار لنهار الاثنين. كتروا شبكاتكم ولاقونا على الموعد على الساعه 7:30 كالعاده. انا بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده، باي باي.